بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تميز بول الغلام من دلائل النبوة الخاتمة. ثبت في الصحيحين والسنن عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء صلى الله عليه وسلم فنضحه ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. رواه الإمام أحمد، وقال الترمذي حديث حسن وصححه الحاكم وقال هو على شرط الشيخين. وعن أم الفضل قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. رواه أحمد وأبو داود، وقال الحاكم هو صحيح. وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها ابن القيم في تحفة الموجود وقال: وقد ذهب إلى القول بهذه الأحاديث جمهور أهل العلم من أهل الحديث والفقهاء، لكن بشرط أنه طفل يرضع لم يأكل الطعام. ويفهم من تلك الأحاديث فقهيا أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجاسته مخففة ويكتفي فيها بالنضح أي الرش بالماء. ويفهم منها علميا وجود فارق طبيعي يجعل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام أقل عرضة للتلوث وأخف نجاسة، مما تطلب بحثا علميا يثبت عمليا بالتجربة قبل اكتشاف البكتيريا بقرون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان موصلا بالوحي معلما من قبل العليم الحكيم. فرق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بعد وبول الجارية في روايات لم يختلف أحد من العلماء في صحتها. إذا لابد من فارق علمناه أم جهلناه، وسألت كل من حولي فلم أجد جوابا شافيا في معرفة الفارق. فقلت في نفسي: التجربة خير برهان، عفوا خير برهان. إذا من أين أبدأ؟ هل هي فروق تتعلق بالتركيب الكيميائي؟ وما علاقتها بالطعام؟ وبداية لابد من أنها تؤكد وجود ميزة للرضاعة الطبيعية تنقل الغلام من الاكتفاء في الحكم بالرش إلى الغسل إذا أكل الطعام. والتخصص مطلوب في دراسة دلائل الوحي، ولكن لو تأملنا سنجدها عادة تمتد في أكثر من فرع في الميادين العلمية المتنوعة. فلم يثبت عزمي تخصصي في فرع واحد منها، وفي داخل صرخة تقول: صدق النبي محمد، وإن جهلت الدنيا وإن جهلت الدنيا كلها السر المجهول في الخبر. وكان لابد من طرف خيط ينور الطريق ويكشف السر. ارتبطت نجاسة الخنزير ونجاسة الكلب بالتلوث والعدوى، وثبت حديثا علاقة بين البول بين عفوا التلوث وبين عدد من الأمراض، وكان هذا طرف الخيط. فلنبدأ إذن في البحث عن البكتيريا. جمعت العينات ورعيت تجنب التلوث بأقصى ما استطعت من الحرص، وفي شوق يحدوه الأمل انتظرت نتيجة الفحص البكتيري ببالغ الصبر. وكانت المفاجأة، وجد في الفحص المعملي نتيجة أذهلتني، وهي أن البكتيريا في عينات الجارية تفوق عددها في عينات البول الغلمان قبل أكل الطعام بما لا وجه فيه للمقارنة. النتيجة تكاد لا تذكر في الغلمان، بينما بلغ عدد البكتيريا في الجارية أكثر من 95%. ابتهج قلبي وقلت: أن إن قال محمد صلى الله عليه وسلم فقد سبق. شنت دراسة 73 طفلا، 38 ذكر و35 أنثى، وصنفوا إلى 4 فئات عمرية دون شهر، ومن شهر إلى شهرين، ثم إلى 3 أشهر، ثم أكثر من 3 أشهر مع تزايد احتمال تناول الأطعمة. جمعت العينات معمليا في المختبرات الطبية السريرية ونقلت مباشرة لتفحص معمليا، واستمر العمل لعدة أشهر مع مراعاة أقصى ما يمكن من درجات التعقيم وتجنب التلوث. تم عزل البكتيريا من عينات البول، وذلك باستعمال جهاز الطرد المركزي بسرعة 1500 دورة في الدقيقة، ثم تحضير مساحات على شرائح زجاجية من الرافد الذي يحتوي على البكتيريا والذي تم جمعه من عينات البول. استخدمت طريقة جرام التي اكتشفها عام 1884 في صبغ البكتيريا، حيث تعتبر البكتيريا التي تأخذ الصبغة البنفسجية موجبة لصبغة جرام،
أن البكتيريا التي تبدو باللون الأحمر فتعتبر سالبة لصبغة جرام. اختبرت جميع العينات باختيار حقل مجهري لعد البكتيريا بتكبير موحد 100 مرة ووجد أن جميعها سالبة الجرام. في الفئة العمرية حتى 30 يوما كانت نسبة تواجد البكتيريا في بول الرضع الإناث 95.44%، أكثر من الرضع الذكور. أما الفئة العمرية حتى 30 يوما فقد بلغ عدد البكتيريا في الحقل المجهري لبول الرضع الإناث 41.48%، بينما بلغ معدل العدد 2 في نفس الحقل الحقل للرضع الذكور. في الفئة العمرية ما بين 1 إلى 2 شهر كانت نسبة تواجد البكتيريا في بول الرضع الإناث 91.48%، أكثر من الرضع الذكور. بلغ معدل عدد البكتيريا في الحقل المجهري لبول الرضع الإناث 24.1%، بينما بلغ معدل العدد 2.25 في حالة الرضع الذكور في الفئة العمرية ما بين 1 إلى 2 شهر. في الفئة العمرية ما بين 2 إلى 3 أشهر كانت نسبة تواجد البكتيريا في بول الرضع الإناث 93.69%، أكثر من الرضع الذكور. أما في الفئة العمرية ما بين 2 إلى 3 أشهر بلغ معدل عدد البكتيريا في الحقل المجهري لبول الرضع الإناث 24.1، بينما بلغ معدل العدد 1.6% في حالة الرضع الذكور. في الفئة العمرية أكثر من 3 أشهر كانت نسبة البكتيريا في بول الرضع الإناث 69%، أكثر من الرضع الذكور. فكما نلاحظ في الفئة العمرية فوق 3 أشهر بلغ معدل عدد البكتيريا في الحقل المجهري لبول الرضع الإناث 13.9%، بينما بلغ معدل العدد 6.8% في حالة الرضع الذكور. ويلاحظ في حالة الرضع الإناث تناقص عدد البكتيريا مع التقدم في العمر، وفي حالة الرضع الذكور عقب انخفاض أولي تزايد عدد البكتيريا مع تناول الطعام والتقدم في العمر تماما كما أفاد الحديث النبوي الشريف. تفسير الفقهاء للحديث الشريف: قول الإمام الشافعي عن حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. رأي آخر أن بول الغلام يتطاير وينشر ها هنا وها هنا فيشق غسله، وبول الجارية يقع في موضع واحد فلا يشق غسله. وهنا لدي تعليق، هذا من باب التخفيف الذي جاء به الإسلام. نحن مع التخفيف الذي جاء به الإسلام، ولكن ليس على حساب الطهارة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق في المعاملة بينهما بشرط الإطعام، فإن طعم الذكر تساوى في المعاملة مع الأنثى. إذن الإسلام جاء بعلم ليسهل على الأمة، ولم يأتي بالتسهيل من خلال يعني حسابه على الطهارة. الرأي الثاني أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به كما تدل عليه المشاهدة، ونحن أيضا ضد هذا الرأي، لأننا لم نلمس في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى هذا الرأي، إنما هذا الرأي تدل على المشاهدة ولم نأخذه بنظر الاعتبار. الثالث أن بول الجارية أنتم من بول الغلام، لأن حرارة الذكر أقوى وهي تؤثر في إنتاج البول وتخفيف رائحته، فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على التفريق بالسنة. نحن نميل إلى هذا الرأي ولكننا لا نجزم به، لأن الفيصل هو النتيجة العلمية. لماذا ما لم يطعم؟ في الحقيقة هناك الكثير من الدراسات العلمية أشارت إلى أن عدد البكتيريا يعتمد على نوع الغذاء، ففي الحليب الصناعي عدد البكتيريا تكون أكثر 1000 مرة مما هو عليه في الحليب الطبيعي. فعند الولادة تعتبر المنطقة المعوية معقمة، وتدخل البكتيريا من خلال الغذاء المتناول من قبل الطفل، ويعتمد استعمار هذه البكتيريا على مصدر الغذاء، مصدر غذاء الطفل الرضيع، حيث يحتوي هذا الحليب على بكتيريا من نوع البيفيدوبكتيريا، وهذه تلعب دورا مهما في منع استعمار البكتيريا المرضية. وجود أجسام مضادة تمنع نشاط بعض الميكروبات كتلك المسببة للإسهال. ومن الجدير بالذكر أنه صدر في إحدى منشورات منظمة الصحة العالمية أهمية إرضاع الطفل لمدة 2 سنين رضاعة طبيعية،
في منع الإسهال الطفولي، وعليه يعتبر الحليب الطبيعي أفضل غذاء عموما للأطفال والرضع. من المتوقع أن معظم البكتيريا هي بكتيريا من نوع الإيكولاي، ولا نجزم بأن ذلك هو الفرق الوحيد، فقد تكون هناك فروقات فسيولوجية وأيضية بالإضافة إلى الفروق التشريحية، ولم يكمل ذلك لقلة الإمكانيات، ونأمل أن يستكملها أحد الحضور أو يدعو لنا لاستكمالها. بالطبع لم يدرك أحدا منذ زمن الوحي فروقا بين بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بعد وبول الجارية، حتى أن الفقهاء حاروا في التعليل، لكن براهين الوحي تشع اليوم بنور اليقين، ومعادين تتفق تشريعاته وحقائق التكوين، كيف يغلبه غالب، ويأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ختاما أود أن أبين هدفي من البحث. بصراحة عندما قررت أن أجري البحث لم يكن الهدف الرئيسي فقط هو التعرف على النواحي العلمية من البحث، لأننا كمسلمين نؤمن بالحديث النبوي الشريف، إن تعرفنا على الإعجاز العلمي فيه أو لم نتعرف. كذلك لم يكن غايته هو حضور المؤتمر، وإن كان يشرفني الحضور، خاصة أن دولة الكويت قد استوحتني واحتضنتني بحسن استقبالها واستضافتها لي ولجميع الحاضرين من ضيوف وباحثين، جزاه الله خيرا على ذلك. ولكن الغاية الرئيسية كانت في هذا البحث هو أنني أجد الحملات الإعلامية الزائفة التي تستهدف شخص الرسول الكريم حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، انتابني شيء يحتصرني، فتذكرت قول رسول محمد صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد ساعة الغضب. وتذكرت موقف ذلك اليهودي حينما جاء إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يختبر خلقه، فشد بإزاره بقوة وتكلم معه بلهجة شديدة فقال: أعطني ديني يا محمد. طبعا هي قصة معروفة لحضراتكم، لكن أستذكرها فقط لأبين الغاية من البحث. فما كان من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلا أن سحب سيفه ثائرا وقال: اسمح لي يا رسول الله أن أقطع رأسه. فالتفت إليه محمد صلى الله عليه وسلم بخلقه العظيم وبرحمته التي بعثها الله تعالى للعالمين لتشمل ذلك اليهودي بما جاء به من افتراء، فقال: ما لهذا أتينا بك يا عمر؟ إنما عظني إن كان له دين علي أن أرده له. فأسلم اليهودي، وعلى ذلك المنهاج دخلت أمم بأكملها في الإسلام. ولقد أوصانا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بلين الكلام، فقال: ما لم تناله باللين لن تناله بالغلظة، وقد جزم بلن فلن نناله بالغلظة. وكأنه بهذا يؤكد قول الله تعالى: اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإن كانت التذكرة أو الخشية تأتي بغير اللين، لأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يخاطب به فرعون، كي لا يكون لفرعون بعد ذلك حجة على الله تعالى. وفي سورة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: لا نكاد نلمس سطرا غضب فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه، بل لقد قال: نحن قوم لا نغضب لأنفسنا أبدا. وقد صدق فيما قال، وقد كانت غضبته لله وحده سبحانه وتعالى. وبلين الكلام وبالخلق الحسن الذي عاهدنا عليه الله تعالى وبايعنا عليه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أقدم رسالتي هذه لكل أولئك الذين اجترؤوا على ما اجترؤوا عليه من طعن في شخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالخلق الحسن كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذا أتينا بك يا عمر؟ لأنني أعرف من خلال البحث أن علماء الغرب قد تخبط عليهم الأمر، حيث تفرق إلى ثلاثة فرق في دراسة هذا الموضوع. الفرقة الأولى تناولت الموضوع من خلال تأثير الحليب الطبيعي على تواجد البكتيريا، فوجدوا أن الحليب الطبيعي يمنع من الإصابة في قناة البولية، وهو ما يسمى عندهم UTI. أما الفرقة الثالثة فقد تناولت تأثير الجنس على وجود البكتيريا في مجرى القناة البولية، وقد تبين لهم بعد البحث أن البكتيريا عند الأنثى أكثر مما هو عليه عند الذكر. أما الفرقة الثالثة فقد تبين لديهم أن البكتيريا عند الذكر أكثر مما هو عليه عند الأنثى، وكانت هذه النتائج الغير متوافقة دعتهم إلى أن لا يجزموا بأسباب وجود البكتيريا، وهم لا يزالون يتخبطون في هذا الأمر،
ذلك أنهم يسيرون على منهاج غير سليم في التجربة العلمية. فأقدم لهم أولئك جميعا هذا المنهاج، وهو حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح بالماء، ما لم يطعم فإن طعم غسل منهما. لعل في علمائهم من يكون أمثال سحرة فرعون فيكون شهداء من أهلهم، لعل الله تعالى يهديهم به فيتذكرون أو يخشون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.